بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. بشكر حضراتكم على متابعة القناة. ياريت ما ننساش اللي ما اشتركش في القناة اشترك فيها، يعمل مشاركة الفيديو، ما تنسوش الضغط على زر التنبيهات عشان يوصلكم كل ما هو جديد. نبدأ مع بعض ان شاء الله. النهارده مع بعض التمارين المهمة عشان تحريك مفصل الكاحل، بتعتمد على حركة الصوابع في كافة الاتجاهات لفوق والتحت والداخل والخارج، وحركة مفصل الكاحل برضه في كافة الاتجاهات. ممكن ان احنا نقف على مشط الرجل ونرفع الكاحل من تحت عشان نقوي العضلات الخلفية، او بالعكس نقف على الكعب ونرفع مشط الصابع او مشط الرجل من قدام عشان نقوي العضلات الامامية. ممكن نقف على رجل واحدة ونرفع التانية علشان نزود التوازن ويزود الاحساس بتاع الرجل ويزود ويقوي الاربطة علشان التوازن يتحسن ويقدر يبقى افضل. وممكن نجيب رباط ضاغط ونربطه حوالين الرجل وحوالين الرجل ونبدأ نشد الرجل في كافة الاتجاهات لفوق والتحت مع مقاومة، وممكن للداخل والخارج، وتحريك الصابع بنفس القوة. كل ده تقوية العضلات وتحريك المفصل في كافة الاتجاهات، هيشغل العضلات والأوتار ويقوي الأربطة ويزود الإحساس بالنسبة للرجل ويخليها تلتئم أفضل من الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. مع بعض التمارين المهمة علشان الكاحل، في حركة الكف في كافة الاتجاهات يمين وشمال وفوق وتحت، في كافة الاتجاهات حركة الكف فوق وتحت واليمين والشمال، دي بتزود معدل الحركة بتاع المفصل في حالات التيبس. تيبس المفصل يعمل خطوة ترادفية، يقف رجلين جنب بعض ويشد العضلة لفوق، يشد الأعصاب الأوتار، وبعدين يجيب الرجل قدام الرجل ينقل ويبدلهم مع بعض ويشغل الأوتار اللي حوالين الكاحل، اسمها خطوة ترادفية. يبدل الرجلين مع بعض، يقعد على الكرسي ويحرك الكف لفوق وتحت، حرك الصوابع لفوق وتحت، شد الصوابع لفوق وينزل، شد الصوابع لفوق وينزل. وده عشان زيادة معدل الحركة وتقوية العضلات. يقعد على الكرسي ويحرك الكف لفوق ولتحت، يحرك الكف لفوق ولتحت، يمين وشمال، يمين وشمال، الداخل والخارج، ولف دوران بكافة الاتجاهات. رفع الكاحل من وضعية الجلوس، الرجل كده وساند الركبة، ويبتدي يرفع الرجلين لفوق وينزل، يرفع والعصا بتضغط على الرجل من فوق، وبجنب يرفع الرجل للجنب، رفع الكاحل جانبي. رفع الكاحل جانبي، يحرك بأقصى معدل حركة مطلوب. ممكن واحد تاني مساعد يساعد في الحركة ويساعد في المقاومة، بحيث ان هو يضغط على الرجل ويبتدي ان المريض يقاوم الحركة في الاتجاه للداخل واتجاه للخارج. يضغط للداخل ويضغط للخارج، بحيث كل ده بيقوي العضلات ويقوي الاعصاب للرجل. ممكن ان هو يربط الرجل بهذا الشكل ويضغط بالرجل التانية بهذا الشكل، وبحيث ان هو يشد الرجل بالرباط وبعدين هو يرجع تاني بالعضلة، يشد وترجع تاني بالعضلة بالوتر، والرجل دي تضغط على دي كده عشان يشد ويعمل مقاومة. وياخد الرجل في كافة الاتجاهات، برضو رباط حوالين الرجل ويشد الرجل لفوق، والرباط بيشد، الرباط بيشد ويشد لفوق، بيكون رابط الرجل في حاجة بعيدة أو قريب منه ويشد بهذا الشكل. كل ده بيشغل العضلات.
مريض بنفسه برضو رباط حوالين الرجل ويشد يدفع الكاحل اللي فوق وينزل، يشد الانكل اللي فوق وينزل، والركبه متنيه شد. كل ده تمارين، تمارين وتقوية العضلات. ممكن المريض يعمل تدليك لمكان الوجع، يعني غالبا مع تمازق في الأربطة بيحصل كدمة في الرباط في هذا المكان، ويمكن انه يعمل تدليك ليه مع كمادات ثلج، مع هو نايم يرفع رجليه، مع مضادات الالتهابات ممكن يساعد في ان الالتهابات دي تتحسن. رباط حوالين الرجل، ويبتدي ان هو يشد رجل فوق، يبتدي يرفع الكاحل لفوق، يرفع الألم لفوق، ورجل التاني مرفوعة وساند الكرسي بهذا الشكل. ممكن يقف برضه عن الكعب ويرفع الوش الكعب من فوق من قدام. كل ده بيساعد. دي تمارين عشان زيادة التوازن والإحساس، اللي يقف على رجل ويرفع رجل التانية أطول فترة ممكنة، ويشوف التوازن أخباره إيه، ويبدل من رجل التانية. ممكن يقف على حاجة برضه عشان يزود عملية التوازن. ايوه، يوقف ويشوف التوازن بيزيد ولا لا، ويحاول يتوازن بهذا الشكل، ويقف على رجل واحده ويغير باوضاع مختلفه، يقف على رجل واحده ويرفع رجل الثانيه، دي بتزود التوازن، يقف من دقيقه لدقيقتين مع بعض. يقف على الجهاز رجل واحده، ويلف ممكن يعمل التمارين بهذا الشكل، بحيث ان هو رجلين مع بعض يزود التوازن ويزود معدل الحركه ويزود قوه العضلات. الرجلين الاول والرجل واحده، بشكر حضراتكم على مشاهدة الفيديو ومتابعة القناة. بتمنى حضراتكم اللي ما اشتركش في القناة يشترك فيها، ومننساش الضغط على زر التنبيهات عشان نوصلنا كل ما هو جديد، وبرحب بأي تعليقات أو اقتراحات لموضوعات جديدة. وألقاكم دايما في أحسن صحة وأحسن حال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.